هذا وأكد الدكتور مثنى حارث الظاهري أن التظاهرات في العراق هي انتفاضة جميع الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، وأن مطالب العراقيين كانت واعدة وحقيقية بتغيير نظام الحكم في العراق بالكامل وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. أن جميع فئات الشعب العراقي قد شاركت في هذه الانتفاضة، ولاحظوا حتى الأسماء تشابه الأسماء، انتفاضة، انتفاضة تشرين ثم ثورة تشرين. القوى السياسية المعارضة، الأحزاب، الطلبة، العمال، العشائر، أبناء المدن، أبناء الريف، كل الفئات الدينية والمذهبية، الجميع شارك. والمطالب أيضا كانت واحدة وشبيهة بما يجري الآن، وهي يعني نستطيع مخالفة بطريقة أخرى، نقول كأنه يستنسخون شباب الساحات التظاهر الآن يستنسخون ما نادى به الشعب العراقي، هم لم يفعلوا ذلك، وإنما هذه المطالب الحقيقية عندما يصل الشعب إلى عتبة الانهيار التام يطالب بتغيير النظام بالكامل، مو عمليات ترقيعية كما اسمها شباب الثورة. إذن تغيير النظام السياسي القائم بالكامل، هكذا طالبوا 48، هكذا هم يطالبون الآن، إقالة الحكومة، حل مجلس النواب، كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.